تحت تصفيقاتكم نبتدئ البطلة الصاعدة المتألقة دعاء إيزم. السلام عليكم، سميتي دعاء إيزم، نلقى في تالتة إعدادي. كنمارس رياضة ترياتلون، الرياضة الثلاثية، وبها شاركت في عدة مسابقات، وآخرها شاركت في مصر اللي كانت عبارة عن كأس إفريقيا للترياتلون، واحتليت المرتبة الأولى عربيا والثانية إفريقيا. وكانوا صعوبات في السباحة، كان الريح وكان شوية الجو ما ساعدش، وفي الدراجة كانت صعوبتها في الريح والباركور، وفي الجرى كان ساعد شوية حتى كان متنع دورة. وكنشكر المركب تبعي قلم على الحفل التكريمي ليا ومميز بزاف، وكنشكر والديا اللي ساهموا معايا من كنت صغيرة، وكنشكر لي كوتش ديالي كنشكرهم بثلاثة زعما، وحتى شو ملي بادروا معايا بزاف، ما والدي ديالي.